ننتقل أيضا للخط الهاتفي مجددا وينضم إلينا الأستاذ خالد زبارقة، عضو في اللجنة الشعبية في اللد. صباح الخير أستاذ خالد. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا فيك معنا مجددا في هذا الصباح. يعني سابقا تحدثنا مع الأستاذ غازي شعبان، أحد البيوت، صاحب أحد البيوت المهدومة في اللد، ومن حضرتك بداية مهم نسمع رصد معين، ما هو حال يعني اللد من هذه القضية، كل موضوع إخطارات الهدم والبيوت المهددة بالهدم؟ اللد هي مدينة التي تتعرض إلى هجمة سلطوية لهدم بيوتها منذ عشرات السنوات. تصوري أن حتى هذه اللحظة، وبالرغم من أننا موجودين في مدينة تعتبر في وسط البلاد، وبما أننا اليوم في القرن 21، ما زلنا نعاني من عدم توفر مساكن، عدم توفر حارات لسكن المواطنين العرب. الذي اتضح لنا من خلال متابعتنا لكثير من القضايا، وخاصة ملف البناء في مدينة اللد والبيوت، أن الهدف هو ليس إقامة القانون وتنفيذ القانون، وإنما الهدف هو ملاحقة واستهداف التواجد أو الوجود العربي داخل مدينة اللد. وهذا الذي بدأنا حقيقة نلمسه من خلال سياسات البلدية وسياسات الشرطة في الآونة الأخيرة. نعم سيد خالد، تحدثنا قبل قليل في هذه المحطة عن أهمية ربما الحراك الشعبي، الحراك الشعبي اللي أوقف الكثير من عمليات الهدم في مجتمعنا العربي. هل هناك من خطوات مقبلة تعملون على التخطيط لها أو تعملون عليها مع جميع المستويات الشعبية والسياسية أيضا لمجابهة ومناهضة عمليات الهدم الإسرائيلية؟ طبعا نحن اولا نحن واعون جدا لمخططات المؤسسه الرسميه الاسرائيليه، خاصه التي بدات تاخذ بلديه اللد دور يعني راس الحربه في تنفيذ هذه المخططات. ولذلك نحن بدانا في الحراك الشعبي مبكرا، وبدانا ايضا في رفع وعي الناس لاهداف هذه المخططات. وكان هناك أيضا حراك قوي خلال الأسبوع الماضي، على مدار أسبوع كامل كانت هناك مظاهرات واحتجاجات في مدينة اللد، والذي توجت في يوم الجمعة الماضي بالمظاهرة الجبارة التي خرجت من مدينة اللد احتجاجا على كل سياسات البلدية وسياسات الشرطة. أنا أريد أن أشير هنا إلى نقطة غاية في الأهمية، والتي بدأت السلطات الرسمية تتعامل فيها معنا، ونحن ذكرناها في أحد البيانات، أن هناك نوع من فرض الحكم العسكري والتعامل العسكري مع الحياة المدنية الطبيعية للمواطنين العرب في مدينة اللد. ولذلك في الآونة الأخيرة كان هناك دور أكبر للشرطة في التدخل في الحياة المدنية الطبيعية للعرب في مدينة اللد، وهذا بطبيعة الحال الذي حذرنا منه في البيانات الأخيرة. شكرا للمداخلة القيمة من حضرتك معنا أستاذ خالد زبارقة، عضو في اللجنة الشعبية في بلدة اللد.